أمام حضراتكم دي لقاءات اليوم فرنسا وبلجيكا اللي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بفوز 1-0 عن طريق صامويل أنتيتي لاعب برشلونة. مباراة طيب أرقام مباراة فرنسا وبلجيكا سريعا، عدد الأهداف 1-0 لفرنسا، محاولات 19 محاولة لفرنسا مقابل 9، الركلات الركنية 4 لفرنسا 5 لبلجيكا، حالات تسلل المتعادلين 1-1، نسبة امتلاك الكرة 60 بلجيكا 60% لبلجيكا و 40% لفرنسا، دقة التمرير 86% لفرنسا و 90% للمنتخب البلجيكي، والأخطاء المرتكبة 6 على فرنسا و 16 على المنتخب البلجيكي، واستعادة الكرات 44 كرة لفرنسا مقابل 33 لبلجيكا.